تمارين الدرس 1-5 تمرين 3-4 A function is given by a table of values. Determine whether it is 1-1. حدد ما إذا كانت 1-1. أعطاني الفانكشن رقم 3 ورقم 4 بالتيبل اللي أمامك. والمطلوب Determine whether it is 1-1. حدد ما إذا كانت دالت 1-1. لو تأملنا رقم 3 هنجد انه الواحد صورتها 1.5، الاثنين صورتها 2، الثلاثة 3.6، الأربعة 5.3، الخمسة 2.8، 6.2. هنجد انه الاثنين والستة لهم نفس الصورة. الاثنين والستة لهم نفس الصورة. في هذه الحالة الدالة لا يمكن أن تكون 1-1. إذن رقم 3 F is not 1-1 ليست 1-1. ليه؟ لأنه since 2 ما تساوي 6 يختلفون عن بعض، لكن صورة الاثنين تساوي صورة الستة تساوي 2. طيب هذا كان سؤال 3. سؤال 4 وتأملنا الجدول. العنصر 1 صورته 1، 2 صورته 1.9، 3 2.8، 4 3.5، 5 3.1، 6 2.9. بالنظر أي عنصرين مختلفين صورهم مختلفة، ولا عندي عنصرين لهم نفس الصورة. إذن هذه الحالة، في هذه الحالة عندي رقم 4 الدالة F is 1-1، دالة 1-1 is 1-1، دالة 1-1. السؤال التالي سؤال 25. Find a formula for the inverse of the function. أوجد معكوس الدالة. 25 gx تساوي 2 زائد الجذر التربيعي لx زائد 1. سؤال 25 جي اكس تساوي 2 زائد الجذر التربيعي لإكس زائد 1. المطلوب الآن إيجاد معكوس الدالة. إيش يساوي؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى نستبدل جي اكس بالواي. y تساوي 2 زائد الجذر التربيعي لx زائد 1. الخطوة الثانية solve for x، نحل بالنسبة للx، يعني الx هو المجهول بالنسبة لي وأوجد قيمته. انقل 2 للطرف الأيسر تصبح y ناقص 2 تساوي الجذر التربيعي لx زائد 1. أربع الطرفين تصبح دي y ناقص 2 تربيع تساوي الجذر التربيعي، حيروح مع التربيع إلى حتصبح عندي x زائد 1 تساوي y ناقص 2 الكل تربيع. انقل الواحد الطرف الآخر، إذن x تساوي y ناقص 2 الكل تربيع ناقص 1. هذه كانت الخطوة الثانية، حلينا بالنسبة للإكس، وجدنا قيمة الإكس. الخطوة الثالثة
انترتشينج بدل بين الاكس وبين الواي. انترتشينج اكس اند واي يعني الاكس اكتبها واي والواي اكتبها اكس. الاكس هذه حنكتبها واي والواي هذه حنكتبها اكس. الواي هذه حنكتبها اكس. هذا مفهوم الانترتشينج. الاكس نكتبها واي والواي نكتبها اكس. الدالة الناتجة هذه هي الدالة العكسية. إذا G inverse X تساوي X ناقص 2 تربيع ناقص 1. هذه هي الدالة العكسية لـ G. إذا الدالة العكسية G inverse X X ناقص 2 تربيع ناقص 1. طيب المسألة اللي بعدها 26 HX تساوي 6 ناقص 3X على 5X زائد 7 بنفس الكيفية نفس الثلاث خطوات تماما. هذا 26 ال HX تساوي 6 ناقص 3x على 5x زائد 7. الخطوة الأولى نستعيض عن hx بy. y تساوي 6 ناقص 3x على 5x زائد 7. هذه الخطوة الأولى. يعني hx هذه نكتبها y. نكتب مكانها y. بعدين الخطوة الثانية solve for x. حل بالنسبة للx. يعني كأنه x هو المجهول الآن نوجد قيمته. عندي قاعدة تقول لو عندك a على b تساوي c على d هذا يكافئ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. حتصبح عندي a ضرب d حتساوي b ضرب c. الواي هنا مقامها واحد. إذا حيصبح عندي 5x زائد 7 مضروبة في y تساوي 6 ناقص 3x مضروبة في 1 هي نفس المقدار. حنضرب ال y الآن في 5x زائد 7 حتصبح عندي 5xy زائد 7y تساوي 6 ناقص 3x. نضع ال x في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر. إذا 5xy ننقل زائد 3x للطرف الأيسر تصبح زائد 3x هتساوي 6 وننقل 7y للطرف الآخر ناقص 7y. آخذ x عامل مشترك يتبقى لي 5y زائد 3 مضروبة في x تساوي 6 ناقص 7y. أبغى x فأقسم على المعامل معاملها تصبح عندي 6 ناقص 7y على 5y زائد 3. خلصنا من الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة انترتشينج x and y. يعني اكتب الx مكان الy واكتب الy مكان x بدل بينهم. فالx هذه حنكتبها y والواي حنكتبها x. 6 ناقص 7x على 5x زائد 3. الدالة الناتجة هذه هي الدالة العكسية اللي هي h inverse x هي نفسها 6 ناقص 7x على 5x زائد 3. انتهى الحل. هذا كان سؤال 26. سؤال 27 y تساوي e أس 1 ناقص x. نفس الخطوات سؤال 27 y تساوي
اي اس 1 ناقص اكس. الخطوة الأولى جاهزة. الخطوة الثانية، الخطوة الأولى جاهزة، الخطوة الثانية solve 4x. نحل بالنسبة للإكس، الإكس هو المجهول. ممكن ناخذ اللين للطرفين. ناخذ اللين للطرفين، طبعا هذه هي هذه اي. ناخذ اللين للطرفين ويصبح عندي اللين y تساوي لين اي اس 1 ناقص اكس. عندي قاعدة لا تنساها، انه اللين اي اس اكس، اللين بتلغي الاي وينتج لك المتغير اكس. قاعدة من قواعد اللين اخذناها في هذا الدرس. اذا تصبح عندي لين واي تساوي 1 ناقص اكس. انقل الاكس الطرف الايسر تصبح اكس هنا، وانقل لين واي الطرف الايمن تصبح 1 ناقص لين واي. الان كتبنا الاكس بدلالة واي، حلينا الاكس، اوجدنا قيمة الاكس. الخطوة الثالثة انترشينج، بدل الاكس مكان الواي والواي مكان الاكس، انترشينج اكس اند واي. فالاكس هذه حنكتبها واي والواي حنكتبها اكس، اذا واي حتساوي 1 ناقص لين اكس. انتهى الحل. اذا الداله العكسيه واي تساوي 1 لين اكس، 1 ناقص، وعفوا الواي تساوي 1 ناقص لين اكس. انتهى الحل. هذا كان سؤال 27. سؤال 28، واي تساوي 3 مضروبه في لين اكس ناقص 2. نفس الخطوات. سؤال 28، واي تساوي 3 لين اكس ناقص 2. الخطوة الأولى جاهزة، الخطوة الثانية انترشين سولف 4x. نحل بالنسبة للاكس. الثلاثة هذه الآن ممكن أقسم على الثلاثة، الطرفين أقسمهم على ثلاثة، حيصبح عندي y على ثلاثة تساوي لين ثلاثات، حتروح مع الثلاثة لما نقسم على ثلاثة، لين x ناقص 2. قسمنا على ثلاثة، الطرفين قسمنا على ثلاثة. بعد كذا آخذ الـ e كأساس، تصبح اي اس واي على ثلاثة تساوي اي اس لين اس لين اكس ناقص 2. وابغى استخدم، عندي واحدة من القوانين انه اي اس لين اكس، الاي تلغي اللين وينتج لك المتغير اكس. استخدم هذا القانون الان. طبعا الطرف الايسر يبقى زي ما هو، اي اس واي على ثلاثة تساوي الاي تلغي اللين انتج لك اكس ناقص 2. انقل زائد سالب 2 الطرف الاخر، اذا اكس حتساوي اي اس واي على 3 زائد 2. الخطوه اللي بعدها رقم، الان وجدنا قيمه الاكس. الخطوه الثالثه انترشينج، بدل الاكس والواي، انترشينج اكس اند واي، اكتب الواي اكس والاكس واي. اذا حتصبح عندي واي تساوي اي، كانت واي على ثلاثة تصبح اكس على ثلاثة زائد 2. هذه هي الدالة العكسية للدالة المعطية. انتهى الحل. هذا كان سؤال 28. ننتقل للسؤال الآخر المطلوب، سؤال 39. Find the exact value of each expression. أوجد قيمة كل مقدار مما يلي. سؤال 39.
ثلاث فقرات. الفقرة الأولى سؤال 39، الفقرة الأولى A look 81 للأساس 3 هتساوي. حنستخدم الآن قوانين اللوغاريتمات، حنستخدم قوانين اللوغاريتمات، خلينا نسجل قوانين اللوغاريتمات اللي أخذتها واللي حستخدمها الآن. look حستخدم القانون look A للأساس A يساوي 1، هذا قانون خلينا نسجله رقم 1. قانون رقم 2 هنستخدم لوك اكس اس ار للاساس A هتساوي ار لوك اكس للاساس A، لما يكون عندك اس ينزل ينضرب في اللوك. رقم 3 لوك الضرب اكس ضرب واي للاساس A هيصبح لوك اكس للاساس A ناقص عفوا زائد لوج واي للاساس A. رقم 4 لوج حاصل القسمه اكس على واي للاساس A هتصبح لوج اكس للاساس A ناقص لوج واي للاساس A. رقم 5 لوج 1 لاي اساس A الجواب 0. هذه 5 قوانين حنستخدمها في ايجاد اللوغاريتمات المطلوبة. لوج 81 للأساس 3 حنكتب 81 بدلالة الأساس، 81 عبارة عن 3 أس 4. الآن حستخدم قانون رقم 2 لما يكون عندك أس حينزل وينضرب في اللوج حتصبح 4 لوج 3 للأساس 3. حستخدم الآن قانون رقم 1 لوج 3 للأساس 3 1 حتصبح 4 مضروبة في 1 الجواب 4. الجواب 4. هذا فقرة A. فقرة B لوج 1 على 81 للأساس 3. طيب هستخدم الآن قانون قسمة رقم 4 لوج البسط ناقص لوج المقام. لوج الواحد للأساس 3 قانون رقم 5 صفر ناقص لوج 81 للأساس 3 دوبي حسبتها في A، حسبتها في A طلعت لي 4. إذا صفر ناقص 4 الجواب سالب 4. آخر فقرة فقرة C في سؤال 39 لوج 3 للأساس 9. دائما المقدار اللي بيحصل له اللوج أكتبه بدلالة الأساس، فأكتب الثلاثة بدلالة التسعة. يعني الثلاثة عبارة عن كم؟ عبارة عن الجذر التربيعي للتسعة، صح ولا لا؟ الجذر التربيعي للتسعة يساوي 3. تساوي ايش معنى الجذر التربيعي؟ معناته 9 اس نص. الان حستخدم قانون رقم 2 حنزل الاس ينضرب في اللوج تصبح نص لوج 9 للاساس 9. لوج 9 للاساس 9 هذا قانون رقم 1 ب 1 نص في 1 الجواب نص. انتهى الحل. هذا كان سؤال 39، سؤال 40، سؤال 41 مطلوب A B C لوج 30 أساس 2 ناقص لوج 15 أساس 2، وبعدين B لوج 10 أساس 3 ناقص لوج 5 أساس 3 ناقص لوج 18 أساس 3، وبعدين C 2 لوج 100 أساس 5 ناقص 4 لوج 50 أساس 5. هنستخدم الخواص اللوغاريتمات اللي تونا شفناها قبل شوي. طيب حتى
نستفيد من هذه القوانين. ما ابغى اغادر الصفحه دي. هذه القوانين الخمسة هستخدمها الآن في حل مسائل السؤال اللي بعده. سؤال 41. 41 فقرة A. لوج 30 للأساس 2 ناقص لوج 15 للأساس 2 طرح. إذن حيصبح عندي لوج 30 على 15 للأساس 2 لأن لوج 30 على 15 تصبح لوج البسط ناقص لوج المقام. 30 على 15 30 قسمة 15 ب 2 لوج 2 للأساس 2 الجواب 1. هذه كانت فقرة A سهلة مباشرة. فقرة B لوج 10 للأساس 3 ناقص لوج 5 للأساس 3 ناقص لوج 18 للأساس 3 تساوي. حيصبح عندي حاخذ الأولى لوج 10 ناقص لوج 5 حولها إلى قسمة تصبح لوج 10 على 5 للأساس 3 ناقص لوج 18 للأساس 3 لوج 10 على 5 2 للأساس 3 ناقص لوج 18 للأساس 3. الآن القسمة أيضا هحولها طرحها حوله إلى قسمة هتصبح لوج 2 على 18. 2 على 18 تساوي لوج اقسم على 2 البسط 1 المقام 18 على 2 9 لوج 1 على 9. هذه ممكن نحلها بأكثر من طريقة. ممكن نستخدم القسمة لوج البسط ناقص لوج المقام تصبح لوج 1 للأساس 3 ناقص لوج 9 للأساس 3. لوج 1 للأساس 3 0 ناقص لوج 9 للأساس 3 9 عبارة عن كم؟ عن 3 أس 2 للأساس 3 وتساوي. الآن حينزل الاثنين وينضرب اللوج. لا تنسى في سالب قبل اللوج تصبح سالب 2 لوج 3 للأساس 3 لوج 3 للأساس 3 ب 1 ينضرب في سالب 2 إذا الجواب النهائي سالب 2. انتهى الحل. هذه كانت فقرة B. فقرة C الأخيرة في هذا السؤال تقول 2 لوج 100 للأساس 5 ناقص 4 لوج 50 للأساس 5. أنا ممكن أرفع الاثنين اللي قبل اللوج وخليها أس ورجعها أس وبمثل الأربعة ورجعها أس حتصبح عندي لوج 100 أس 2 للأساس 5 لأن الأس هذا ممكن أنزله ويضربه في اللوج. بالمثل الآن الثانية الأربعة حتصبح لوج 50 أس 4 للأساس 5 100 أس 2 يعني 100 ضرب نفسها مرتين تطلع لنا 10,000 ناقص لوج 50 أس 4 بعد 50 في نفسها 4 مرات 625 يعني 6 مليون و 250 ألف. الآن طرح حوله إلى قسمة يصبح 10,000 على 6,250,000 أقسم على 10,000 البسط والمقام حيصبح لوج 1 على 625 تصبح حوزع الآن اللوج حتصبح لوج البسط ناقص لوج المقام لوج 1 على 5 ناقص لوج 625 للأساس 5 625 بدلالة الخمسة عبارة عن طبعا لوج لا سوري لوج الواحد كم؟ صفر
ناقص 625 من 3.5 عبارة عن 5.4 للأساس 5. أنزل الأربعة تنضرب في السالب اللي قبل اللوج تصبح سالب 4 لوج 5 للأساس 5. لوج 5 للأساس 5 بواحد نضربها في سالب 4 الجواب النهائي سالب 4. انتهى الحل. هذا كان سؤال 41 ننتقل الآن إلى السؤال التالي، سؤال 57 و59 نفس السؤال. solve each equation for x. solve each equation for x. حل كل معادلة ووجد قيمة x. طبعا give both an exact value and a decimal approximation correct to three decimal places. لا، ما انت مطالب بإيجاد decimal approximation، يعني تقريب عشري، ما انت مطالب. حل المعادلة ووجد قيمة x. سؤال 57 فقرة A فقرة B. فقرة A يقول لك لين 4x زائد 2 تساوي 3، فقرة B يس 2x ناقص 3 تساوي 12. سؤال 57 فقرة A لن 4x زائد 2 يساوي 3. طبعا هنستخدم القانون لن x يساوي y يكافئ انه x يساوي e اس y. هذه واحدة من القوانين المهمة. ثم قلنا من الدالة اللوغاريتمية للدالة الأسية والعكس بالعكس. الآن هذا باستخدام هذا القانون يكافئ إنه 4x زائد 2 اللي بحسب لها اللين تساوي e أس 3. المطلوب إيجاد قيمة x e أس 3، معناته e مضروبه بنفسها 3 مرات عدد، فأوجد قيمة x. x هي المجهولة، 4x تساوي انقل الاثنين الطرف الاخر اي اس 3 ناقص 2، الخطوه الاخيره اقسم على 4. اذا x تساوي اي اس 3 ناقص 2 على 4. انتهى الحل. هذه قيمه x. هذه كانت فقره A. فقره B e أس 2x ناقص 3 تساوي 12. الآن آخذ اللين للطرفين، لين e أس 2x ناقص 3 هتساوي لين 12. ليش أخذت اللين؟ أبغى ألغي الإي، لأن اللين تلغي الإي. عندي قانون إنه لين e أس x تساوي x، واحد من القوانين. فأخذت اللين للطرفين، فاللين حتلغي الإي، حينتج لنا الأس اللي هو 2x ناقص 3 حتساوي لين 12. لين 12 هذا عدد، المطلوب الآن إيجاد قيمة x، فأنقل سالب 3 الطرف الآخر تصبح 2x تساوي لين 12 زائد 3. الخطوة الأخيرة أقسم على معامل x اللي هو 2، إذا x تساوي لين 12 زائد 3 على 2. انتهى الحل. هذه قيمة الإكس. هذا كان سؤال 57. سؤال 59 فقرتين أيضا A و B. فقرة A لين X زائد لين X ناقص 1 يساوي 0، و B 5 أس 1 ناقص 2 X يساوي 9. هستخدم قوانين ايضا لوغاريتمات. طيب
الفقرة A هذا سؤال 59. طيب سؤال 59 فقرة A لم X زائد لم X ناقص 1 يساوي 0. هستخدم الآن حاصل الجمع خليه حيصبح عندي لين الضرب لين اكس مضروبه في اكس ناقص 1 يساوي 0، لانه لما يكون ضرب عندك حيصبح لين الاول زائد لين الثاني. استخدمت قانون لين اكس ضرب واي تصبح لين اكس زائد لين واي. بعد كذا حنستخدم القانون لين اكس يساوي واي يكافئ انه اكس يساوي اي اس واي. قانون اللي يقول لي من الداله اللوغاريتميه للداله الاسيه والعكس بالعكس. حيصبح مقدار اللي باخذه لين اللي هو اكس في اكس ناقص 1 حتساوي اي الصفر. اي مقدار الصفر بواحد ما عدا صفر الصفر، اذا اكس في اكس ناقص 1 حتساوي 1. الان نضرب اكس في اكس في اكس تربيع. x في 1 سالب x تساوي 1. حل المعادلة x تربيع سالب x سالب 1 تساوي 0. هذه معادلة من الدرجة الثانية لا يمكن حلها بالتحليل. نحلها بالقانون العام. عندي الـ a معامل الـ x تربيع بواحد، الـ b معامل الـ x بسالب 1، الـ c الحد الثابت بسالب 1. أحسب المميز اللي هو b تربيع ناقص 4ac يعني سالب 1 تربيع بالتفصيل الممل ها ناقص 4 في الـ A عندي 1 في الـ C بسالب 1 تساوي سالب 1 تربيع ب 1 ناقص 4 في موجب 1 في سالب 1 تصبح زائد 4، 1 زائد 4 ب 5. إذا قيمة الـ X تساوي بالقانون العام ناقص بي زائد او ناقص الجذر التربيعي للمميز اللي هو بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي تساوي ناقص بي يعني زائد 1 ناقص ناقص يصبح زائد زائد او ناقص الجذر التربيعي للمميز اللي تونا حسبناه 5 على 2. حلين واحد الموجب واحد السالب. طيب لازم تتأكد أن عندك الآن لين، هل الاثنين كلهم مناسبين أم لا؟ طيب السالب هل هو مناسب؟ لما يكون عندي x يساوي 1 ناقص جذر 5 على 2، لو حسبت هذا المقدار هيطلع لك عدد سالب. جذر 5 2 فاصلة حاجة بالسالب اجمع عليها الواحد حيكون عدد سالب، اقسمه على 2 حيكون عدد سالب. وعندي هنا لين اكس، الاكس يجب ان تكون موجبه، يجب ان تكون الاكس موجبه اكبر من الصفر بل اكبر من الواحد، لان عندي هنا لين اكس يجب ان تكون اكبر من الواحد. بالتالي يجب ان يكون العدد اكبر من الواحد. طيب هنا الاكس سالب، اذا هذا العدد الحل هذا غير مناسب. إذن شو حيكون الحل؟ x 1 زائد جذر 5 على 2 واضح الآن؟ عندي حلين، الحل واحد الموجب والثاني بالسالب. اللي بالسالب 1 ناقص جذر 5 على 2 هذا غير ملائم. ليه؟ لأنه الدالة ما حتكون معرفة، لين x تكون معرفة هذه حينما تكون الاكس اكبر من الصفر. الاولى حتكون حينما تكون الاكس اكبر من الصفر، الثانيه حينما تكون الاكس، هذه لما تكون الاكس اكبر من الصفر، والثانيه حتكون الاكس اكبر من الواحد. عمل لهم تقاطع يعني من اكس لما تكون اكبر من واحد، ما هو فقط حتى موجبه بل حتى اكبر من الواحد. فواحد ناقص جذر 5 على 2 هذا حيكون عدد سالب، وبالتالي لن يكون حل. الحل حيكون اكس يساوي 1 زائد جذر التربيعي لل 5 على 2. الفقرة الثانية فقرة B
59 ب 5 أس 1 ناقص 2 إكس تساوي 9. لا تنسى عندي قانون لوك إكس للأساس A يساوي Y، هذا يكافئ قانون العام، هذا يساوي إكس يساوي A أس Y، يعطيني العلاقة بين الدالة الأسية العامة والدالة اللوغاريتمية العامة. فهذا حيكافئ انه الاس اللي هو 1 ناقص 2 اكس تساوي لوك 9 للاساس 5. بالمناسبه لوك 9 للاساس 5 هذا عدد، عدد. الان مجهول عندي الاكس، اوجد الاكس، عندي سالب 2 اكس تساوي لوك 9 على اساس 5 ناقص 1 اقسم على سالب 2، اذا اكس تساوي 1 ناقص لوك 9 للاساس 5 على 2، انتهى الحل. قسمنا على عدد سالب 2، إذا تصبح 1 ناقص لوك 9 على أساس 5 لا على 2. طبعا سالب في البسط وسالب المقام أصبح موجب. إذا 1 ناقص لوك 9 على أساس 5 على 2. لوك 9 على أساس 5 كما ذكرت هذا عدد. إذا انتهى الحل. هذا كان سؤال 59. ننتقل الآن للسؤال الآخر. سؤال 63. Find the domain of f of x تساوي ln e x ناقص 3. وبعدين هذا فقرة A، فقرة B find if inverse and its domain. أوجد معكوسها ومجالها. سؤال 63. الفقرة A المطلوب أوجد مجال الدالة f of x تساوي ln e أس x ناقص 3. زي ما شفنا الدالة اللوغاريتمية معرفة حينما تكون ال x أكبر من الصفر، ln x تكون معرفة حينما تكون x سوري f x ln x تكون معرفة حينما تكون x أكبر من الصفر، مجالها يعني من صفر مفتوح إلى ما لا نهاية، الدومين لها من صفر مفتوح الى ما لا نهايه. معناته المقدار اللي باخذه اللين اللي هو اي اس اكس ناقص 3 يجب ان يكون اكبر من الصفر حتى يكون معرف اللين. حصلنا على المتراجحه، حل هذه المتراجحه، انقل سالب 3 الطرف الاخر، اذا اي اس اكس اكبر من موجب 3. خذ اللين للطرفين، اذا لين اي اس اكس اكبر من لين 3. اللين حيلغي الاي زي ما شفنا، اللين الاي اس اكس حيعطينا الاكس، اللين حيلغي الاي يعطيك الاكس. طيب اذا هنا حيكون اكس اكبر من لين 3، اذا يجب ان يكون حتى تكون هذه الداله معرفه يجب ان تكون الاكس اكبر من لين 3. اذا دومين الداله اف حيكون من لين 3 مفتوح الى ما لا نهايه، لين 3 هذا عدد، حيكون من لين 3 مفتوح الى ما لا نهايه. هذا كان سؤال 63. الفقره A، الفقره الثانيه دي find if inverse and its domain، اوجد المعكوس لهذه الداله واوجد مجال الداله العكسيه. هذا 63 الفقرة الثانية ب الدالة عندي الأصلية fx تساوي ln
إيوس إكس ناقص 3. المطلوب الآن إيجاد الدالة العكسية لهذه الدالة، يعني إف إنفرس إكس ومجالها. طيب ثلاث خطوات لإيجاد الدالة العكسية. الخطوة الأولى إف إف إكس نكتبها واي، واي تساوي لين إيوس إكس ناقص 3. الخطوة الثانية سولف فور إكس، نحل بالنسبة للإكس، الإكس هي المجهولة. لا إله إلا الله. ممكن إني أرفع تصبح إي أس واي تساوي، لاحظ أن الفكرة تكررت هذه أكثر من مرة، إي أس لين إي أس إكس ناقص 3. أبغى أستفيد من القانون إي أس لين إكس، يلغوا بعض، الإي تلغي اللين، يطلع لنا إكس. وهذا اللي حيصير الآن، حيصبح عندي إي أس واي. طيب حيصبح عندي اي اس واي تساوي اي اس اكس ناقص 3. اذا اي اس اكس اي اس واي انقل زائد 3 الطرف الاخر زائد 3 تساوي اي اس اكس. اخر خطوه ناخذ اللين للطرفين، اذا لين اي اس واي زائد 3 هتساوي لين اي اس اكس. ايضا لين اي اس اكس تساوي اكس، اللين تلغي الاي، يطلع لنا الاكس. اذا الاكس هتساوي لين اي اس واي زائد 3. هذا حلينا بالنسبة لإكس، وجدنا قيمة الإكس، إكس تساوي لين إي أس واي زائد 3. الخطوة الثالثة انترتشينج إكس أند واي، انترتشينج إكس أند واي، أكتب واي إكس والإكس واي. لو نقلنا هنا الآن الإكس أكتبها واي والواي أكتبها إكس، فواي تصبح لين إي أس إكس زائد 3، وهي الدالة العكسية، يعني F inverse X تساوي لين E أس X زائد 3. هذه هي الدالة العكسية، أوجدناها الآن. المطلوب تحديد مجالها. مجال دالة اللين، لين X معروف من X يجب أن تكون X أكبر من صفر، لكن عندي E أس X هنا. E أس X كما هو معروف لأي عدد حقيقي x دائما بوزيتيف، دائما موجبة، أكبر من الصفر، دائما موجبة لأي عدد حقيقي x، وبالتالي حتى لو جمعت عليها 3 اي x زائد 3 دائما موجبة، يعني لا يمكن تكون سالبة، إذا حتكون معرضة دائما. يعني ايش؟ معناته دومين الدالة العكسية دومين F inverse كل ال R. هذا كان سؤال ثلاثة وستين فقرة B. انتهينا من سؤال 63، ننتقل الآن إلى سؤال 69. Find the exact value of each expression. أوجد قيمة كل مقدار. 69 فقرتين، فقرة A cosine inverse minus 1 وفقرة B sine inverse half. سؤال سهل ومباشر. سؤال 69 الفقرة A المطلوب كوزاين انفرس ماينس 1، ما هي الزاوية اللي الكوزاين لها ناقص 1؟ بالطبع الباي. ليه؟ لأنه ساين الباي كوزاين الباي بسالب 1،
الفقرة الثانية ب ساين انفرس نص. ما هي الزاوية اللي الساين لها بنص؟ بالطبع باي على 6. المفروض احنا نكون عارفين الزوايا. ليه؟ لأنه سينس ساين الباي على 6، ساين الباي على 6 يساوي نص. هذا كان سؤال 69، سؤال مباشر وسهل. آخر سؤال عندنا سؤال 77. simplify the expression، بسط المقدار، يعني أوجد قيمة هذا المقدار. 77 ساين ساين تان انفرس اكس. ما هو ساين تان ساين تان انفرس اكس؟ سؤال 77 ساين تان انفرس اكس. التان انفرس ناخذها لت واي تساوي تان انفرس X، أو سمها ثيتا. ما هو سمها ثيتا؟ لتكن ثيتا تساوي تان انفرس X. سم الزاوية عندك. طيب الآن خذ التان للطرفين، تان ثيتا تساوي تان لتان انفرس اكس. الان التان تلغي التان انفرس، هتساوي اكس. عندي قاعده انه التان تلغي معكوسه تان انفرس، بدي يطلع لك المتغير اكس. اذا تان ثيتا يساوي اكس، تان ثيتا يساوي اكس. التان عباره عن المقابل على المجاور. هذا مثلث قائم الزاويه، طبعا مقام الاكس واحد، التان حيكون مقابل على المجاور، معناته الضلع المقابل هذه الثيتا، الزاويه ثيتا، الضلع المقابل لها اكس والمجاور لها واحد. تبقى لنا الان الوتر، خلنا نسميه الوتر الان هذا واي مجهول. نحسب الوتر هذا من نظريه فيثاغورس، فيثاغوريان ثيوري. واي تربيع تساوي x تربيع زائد 1 تربيع اللي هو 1. إذن y، خذ الجذر التربيعي للطرفين، x تربيع زائد 1. أوجدنا الوتر. المطلوب الآن sin لتان انفرس x تساوي sin، التان انفرس اسميناها ثيتا، sin ثيتا. إيش الساين؟ الساين عبارة عن المقابل على الوتر. المقابل عندي x، والوتر توي أوجدته عبارة عن x تربيع زائد 1. انتهى الحل. بكذا يكون انتهت التمارين.